خريفي متقلب الطقس بين صقيع وبرودة ومطر، تجمع العشرات من المصريين الأمريكيين أمام القنصلية المصرية لليوم الثالث على التوالي، وذلك للتعبير عن غضبهم الشديد بما يحدث في مصر الآن من عنف مفرط يتم التعامل به مع المتظاهرين في التحرير. هؤلاء جاءوا يعترضوا على المجلس العسكري ويطالبوه بالرحيل، وسنسمع الشعارات الغاضبة جدا ونلتقي ببعض المصريين الأمريكيين المحتجين لنتعرف منهم أكثر على ما يريدوا في المطار. يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر. احنا الشعب الخط الأحمر، احنا الشعب الخط الأحمر. يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر. الفنجاوي باطل، الفنجاوي باطل، والفنجاوي باطل، والمشير باطل، والعصار باطل، والرواني باطل، سامي عنان باطل، كل المجلس باطل، وزارة الإعلام باطل، وزارة الإعلام باطل، تصبيرو باطل، تصبيرو باطل. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. قيادة البلد وإدارة البلد في الوقت الحالي، المجلس العسكري مسؤول عن أي شيء يحصل، والحكومة مسؤولة عن أي شيء تحصل، وزير الداخلية مسؤول عن أي شيء يحصل. يعني إذا حاجة تمت من الشرطة يبقى وزير الداخلية مسؤول بشكل مباشر، وإذا حاجة تمت من الشرطة العسكرية فرئيس المجلس الأعلى مسؤول بشكل مباشر. ده شيء طبيعي، يعني إحنا مش بنفترح. هم هيسيبوا الثورة، دمهم راح وأعضائهم راحت، عيونهم وبصرهم وحياتهم كلها راحت عشان الثورة دي تكمل. دلوقتي الوضع باين جدا، المجلس العسكري هو قائد الثورة المضادة، لأن في الأول في الآخر دول جنرالات. لا سلفية ولا إخوان، لا سلفية ولا إخوان، دول باعوا القضية زمان، دول باعوا القضية زمان. مدنية 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 مدنية، مش عايزينها عسكرية. أنا والله وأنا جاي أنا دمعت الصبح وأنا معايا أولادي، ست كبيرة شافتني حاسس يعني شيء مؤسف. كل الناس اللي في الناس اللي بتموت هي دي الابطال المفروض، الرموز بتاعتنا، مش العوا وجماعه المدقون. الناس ديت هي الرموز، الناس اللي تعبانه. فمفيش داعي ان انت تطلع تقول لي اقاله الحكومه علشان تهدي الناس وتهدي الشعب، لان احنا فاهمينك كويس. اللي بيدير الشو كله المجلس العسكري، يبقى احنا مش عايزين المجلس العسكري. الناس دي سرقتنا لمده 60 سنه، الشباب اللي واقف دوت مش ناقص قتل كمان، مش ناقص غاز، مش ناقص رصاص، لان هو اساسا واقف وعلامات سوء التغذيه باينه على وشه. لا في تعليم ولا في تغذيه ولا في علاج ولا في حاجه خالص، وبعدين قضوا عليه في النهايه بالغاز المميت اللي جايبينه له مخصوص المره دي، قضوا عليه بالرصاص الحي، قضوا عليه بالخراطيش، ضيعوا عيون الشباب. الناس خلاص اتدمرت. سيبونا. I want to say to people in Tahrir Square that we're 100% with you. كما أرسل المصريين برسائل غضب ليست فقط إلى المجلس العسكري في مصر، ولكن للإدارة الأمريكية أيضا، للرئيس أوباما ولمجلس الشيوخ والنواب، وطالبوا بقطع الدعم العسكري الذي تلقاه مصر ويقدر بواحد وثلاثة مليار دولار سنويا. وعار على الشرطة ان هم يبقى يضربوا في ولاد بلدهم اللي هم المفروض يحموهم ويحافظوا على حياتهم، والموضوع يبقى فعلا واطي بالمنظر دوت.
انا رايح مصر هحاول اروح حتى يوم بدري على قد ما اقدر علشان اشترك في المليونيات اللي انا متاكد انها تبقى متعاقبه. ربنا يكتب لنا الشهاده وربنا يقبل عنا كل في ايفنت عاملينها يوم الجمعه. الحمد لله بقت جلوبال ان احنا هنعتصم اعتصام مفتوح امام جميع القنصليات والسفارات للمصريين في الخارج في جميع انحاء العالم. جالنا الحمد لله ريسبونس من فرنسا ومن المانيا وانجلترا وروسيا وهولندا واليمن وايطاليا والعالم والمصريين حول العالم كله معانا. اللي هيجي يشرفنا اهلا وسهلا. هنبقى هنا هنبدا يوم الجمعه الساعه 3. إيه اخر يعبر عن استياء الجاليه المصريه في نيويورك من القنصل المصري العام السفير يوسف زاده، طالبه المحتجون بتوضيح موقفه اذا كان سينشق عن المجلس العسكري وينضم للثوار ام سيظل تابعا له. بلادي تقرير خاص لبوابة الوفد الإلكترونية في نيويورك.